نتكلم على العروض. العروض بتيجي عشان كده. نمرة ثلاثة هيجاوبكوا عليها الكابتن خالد الغندور. وكيل ساسي، وكيل أشرف بن شرقي وأناجم، وكيل أحداد بيتكلم، كل الوكلاء بيكلموا على تأخر فلوس. طيب إما جم اللجنة اللي موجودة دي لقت إن فرجاني بقاله خمس شهر 8، أنا بقول لكم شهر 8 شهر 9 شهر 10 شهر 11 متأخرين على فرجاني. أشرف بن شرقي شهر 8 ملوش 9 شهر 10 شهر 11 بجانب مقدم التعاقد. طيب لعيبة الزمالك كلهم فاضل لهم 25% من عقودهم مشاركة، غير ان في 3-4 مليون كده حاجات برضو قديمة، غير ان فرجاني من 2019 ليه كان ليه 120 ألف دولار ما خدهاش. مش هقول أرقام بس أنا بقول لكم حاجات. تمام؟ طيب كان من المفترض ان اللعيبة دي تاخد 25% نسبة مشاركة في شهر 8. جه بداية موسم جديد، فأشرف بن شرقي اشتكى وأناجم اشتكى، وأناجم كان فلوسه متأخرة بقى لها خمس شهور. أنا بقول كلام وبقول حق ربنا أقسم بالله بما يرضي الله. إذن ده الجو اللي عايشه اللعيبة اللي هم أساطير اتحط أساميهم جنب أحسن لعيبة العالم. فما يجي لعيب بيجيله عرض في لحظة هو الآن على مستحقاته، منطقي إنه يناقشه. لكن لما يجي بقى يتقال إيه؟ مفاوضات وعروض لحمدي فتحي، فحمدي فتحي يطلع يقول لك أنا مبسوط في الأهلي، أروح فين؟ لما يجي كابتن عمرو السليم، مش هي دي نجوم الأهلي؟ ما اتقال إن جاي لهم عروض وعلى لسان ناس كتير واعترف بيها الكابتن السليم وقال لك عرضوا عليا عروض. محمد شريف نفس القصة، ليه ما قبلوش؟ لأنهم قاعدين في نادي يحقق لهم الحسنيين، المادة والتاريخ. التاريخ مش يعني إن كل واحد يبقى عنده سي في تقيل لما يقعد فترة في النادي الأهلي. وعلى فكرة أي لعيب مشي من النادي الأهلي مش عشان الفلوس بس، هي كان الفوارق كبيرة قوي؟ لا، لأن النادي الأهلي هي تبقى كبيرة إمتى يا أستاذ إبراهيم؟ لما من 3 مليون يتعرض عليها 10-12. لا، الجاب كبير، لأن النقلة والقدرات هنا مختلفة. لكن من 50 مليون ل 70 ل 80 مليون دي مش نقلة، لأن ال 50 مليون هتلبي معظم احتياجات. لكن أنا برضو من حقي أختار ال 70، أنا حر، بس ضحيت ب 10-12 مليون جنيه أو 15 مليون جنيه إعلان. في حاجات أنا ماليش دعوة، كل لعيب ياخد يعني حسابيا، كل واحد أدرى بظروفه. لكن كلمة اشمعنى؟ لا، مفيش اشمعنى. الأهلي بيجي له عروض لعيبته مش عايزة تمشي، الزمالك بيجي له عروض بعضهم مشي وبعضهم مش عايز يمشي وبعضهم عايز يمشي. هي دي طبيعة الأمور يا إخوانا، بلاش نقعد نصدر للجماهير حاجة وهم يتم تداعيات كتير عليه. هي دي بالظبط، انت بتخلق وهم وبتصدره للناس.